التي وصلت في المركز الثاني في الدخول الجماعي مع فليمينغ إيفوري وكذلك من اسطبلات اف 3 الا ان ام 7 مع الفارسه الشيخه فطيم بنت محمد بن راشد ال مكتوم بخطه محكمه من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم تصل اولا في سباق السيدات من خلال مهرجان سمو ولي عهد دبي. الخطه المحكمه الخطه المحنكه التي كانت من سموه هي التي